السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وخافوا وارهبوا يا بني إسرائيل يوما عظيما رهيبا تقومون فيه بين يدي الله، وفي ذاك اليوم لا تغني نفس عن نفس شيئا، وإن كانت نفس لنبي أو أحد الصالحين، ولا يقبل منها فدية ولو كانت ملء الأرض ذهبا، ولا تنفعها شفاعة ولا واسطة وإن كانت من العشيرة الأقربين، ولا هم ينصرون، ومن يستطيع أن ينصرها ويمنعها من عذاب الله؟ جزاكم الله خيرا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.